ينضم إلينا من رام الله اللواء محمد المصري، الخبير الأمني والاستراتيجي. أهلا بك لواء محمد. لواء محمد، نبدأ بداية بتفسير ربما وتقييم أمني بعد هذا القصف الهمجي الذي شهده قطاع غزة، عدوان بري أيضا وبحري. صباح الخير ست كوثر، صباح أهلا الخير بك. لك المستمعين والمستمعات. دعيني أشير بالأمس كما حصل، كان هناك قصف نوعي غير عادي، أول مرة تمر في قطاع غزة بهذا، يتعرض لقصف مدفعي ومن البر والبحر والجو، وبالتالي كان كافة أنواع الأسلحة لدولة الاحتلال تمارس هذا العنف والإجرام ضد أبناء شعبنا. وبالتأكيد هناك كان تدمير كامل للبنى التحتية في تلك المنطقة التي تشمل يعني شمال غرب بيت لاهيا لقطاع غزة، وبنفس الوقت منطقة العطاطرة والسودانية، وكل منطقة تعرض لها القصف بالأمس كانت يعني عبارة عن جحيم كان يسقط فوق رؤوس المواطنين المدنيين. ولكن فيما بعد هذا التدخل الفظيع كان يطلب منه الاحتلال نوع من يعني تمهيد الطريق أو مصلحة العمليات إلى عملية برية، ومن ثم انطلق بعمليته في 3 مناطق تقريبا في شمال قطاع غزة وشمال شرق قطاع غزة، ومن ثم أيضا بالوسط إلى منطقة البريج وخان يونس. ولكن هذه العملية لم تسفر عن النجاح والتقدم، هناك في تصدي من المقاومين لها، وبالتالي انسحبت القوات. قبل قليل كانت تعود خلف الستائر الترابية حتى لا تعرض نفسها إلى قذائف الكورنيت. العملية العسكرية ستكون طويلة المدى، لن تكون يعني قصيرة المدى، ستأخذ أيام حتى أسابيع وأكثر من ذلك. لكن ما يريحنا قليلا بأنه العملية البرية ستكون أقل ضررا علينا كفلسطينيين من هذا القصف الجهنمي الذي يمارسه الاحتلال من سلاح الجو، خاصة سلاح الجو يعني معروف لديهم أن لديه كثافة نيرانية غير عادية، ويقصف في كل مكان، أطال كل المدنيين. لدينا أكثر من الآن 8000 شهيد وحوالي 19000 جريح، وأنا أعتقد تحت الأنقاض يمكن نفس الرقم يساوي ذلك. أيضا الجانب الآخر، التدخل البري سيعزل أو سيشل حركة سلاح الجو، مما يتيح فرصة للمقاومين للتصدي لدبابات دولة الاحتلال. بالأمس كان هناك شيء مميزا أعتقد أنا، وهذا مهم أشير إليه، مشروع القرار الذي تقدمت فيه المملكة الأردنية الهاشمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني بدلا أو يعني بديل عن الموقف العربي، أو يعني الموقف العربي داعم لهذا القرار. أعتقد كان هناك في نجاح كبير جدا، بالرغم أنه كندا حاولت تضع ألغام أمام هذا المشروع وفشلت. حصلنا على 120 صوت مقابل 14 صوت، هذا شيء مهم جدا جدا. هناك تحول كبير على صعيد الرأي العام الدولي، نراه في المظاهرات، وشاشتكم الكريمة كانت تبث الآن من نيويورك، أعتقد هم من اليهود الذين لا يرغبون باستمرار هذا العدوان، وهم ضد الدولة العنصرية في تل أبيب. الجانب الآخر أنه هذا التحول في المجتمع الدولي، 120 دولة مقابل 14، يدل على تعزيز روايتنا الفلسطينية في النضال ضد الاحتلال، وبنفس الوقت تعطينا الفرصة أن هذه الدول أخلاقيا أن تمارس ضغوط على حكوماتها، وبنفس الوقت على الحكومات التي تمارس يعني الدعم لدول الاحتلال، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر هي شريكة في هذا العدوان، خاصة أنه نائب رئيس المارينز اللي هو الذي شارك في العمليات في الفلوجة وفي المستنصرية ومناطق أخرى في العراق، ودمر الكثير من المدن العراقية، ويسمى بسفاح بغداد. الآن هو يجلس في غرفة عملية الحرب في تل أبيب، ويشارك قوات الاحتلال في قصف أبناء شعبنا. المهم بالنسبة لي أنا كمان جانب آخر مهم، أنه حيثما تتوحد الجهود العربية تنتج عنها نتائج إيجابية، وهذه الدبلوماسية الناجحة بالأمس التي قادتها الأردن، أنا بعتقد يعني وصلنا لنقطة أن نقول للعالم الغربي الاستعماري الذي يشارك الآن بالعدوان، إن كان الولايات المتحدة الأمريكية، لواء محمد، هل تسمعني؟ ألمانيا، حتى اليوم لذلك من نقول منطلق يعني الميداني والأمني أيضا لواء محمد، كل الدراسات التي تتطرق إلى الاستراتيجية الإسرائيلية حتى الآن، وبرغم دعم يعني القوى الغربية لها والأمريكية كما تفضلت قبل قليل، وحتى الساعة، كل هذه الدراسات تتطرق لضرورة تحديد ما بعد هذا العدوان والقضاء على الفصائل المسلحة بغزة. ما احتمال حدوث العكس؟ هل يعني يأخذون في الاعتبار حدوث العكس، وبالتالي فشل إسرائيل في تنفيذ أهم أهدافها وهو القضاء على الفصائل المسلحة بقطاع غزة؟ يعني إذا علمنا موضوع الدخول البري والمعركة طويلة الأمد والسيناريوهات الممكنة التي تفسر عن ذلك،
مآلات الحرب ممكن تكون في 3 سيناريوهات. السيناريو الأول أن تنفذ يعني حكومة الاحتلال أهدافها في قطاع غزة وتدمر البنية التحتية ومن ثم تدمر الفصائل كما تدعي هي. الخيار الآخر والسيناريو الآخر أن تكون حماس تتصدى لقوات الفصائل وتنهزم إسرائيل. أنا أعتقد كلا الخيارين لن يكون كذلك، وتتفر يعني النتائج أنه كلا الطرفين يستطيع أن يقول أني انتصرت في هذه المعركة، لأنه هذه معركة وجودية للطرفين. كانت تدعي دولة الاحتلال أن هذه معركة وجودية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بهزيمة إسرائيل في هذه المعركة، هزيمة شاملة كاملة ناجزة ترفع راية الاستسلام، وبنفس الوقت لن ترفع الفصائل وشعبنا الفلسطيني راية استسلام في قطاع غزة، لأن هذه معركة الكل الفلسطيني. وإذا هزمنا في غزة أيضا بالنسبة لنا معركة وجود يمكن 50 عام ما نرجع كما كنا سابقا. لذلك نقول هذه المعركة معركة الكل الفلسطيني بعمق العربي وإخوان المسلمين والحركات التحرر في العالم والدول التي يعني تدعم القضية الفلسطينية. نحن الآن طلاب حق، طلاب ليس يعني معارك، طلاب سلام. إذا استمر العدوان على شعبنا أنا أعتقد أنه قد تخرج الأمور عن السيطرة. هذا كذا قال حتى وزير الخارجية الأردن بالأمس بشكل واضح، وأثناء اجتماع الجمعية العمومية وجه رسالة لهم أنه الآن صوتوا مع وقف الحرب. وقف الحرب يعني استقرار في المنطقة، استمرار العدوان ودخول العملية البرية ستؤدي إلى كارثة إنسانية وكارثة على الصعيد الأمني والاستقرار في المنطقة. نحن قلنا قبل ذلك بكثير، حتى الرئيس أبو مازن تحدث في الأمم المتحدة آخر مرة في لقاء له أنه واهم من يعتقد أنه يكون هناك استقرار وأمن في المنطقة على حساب قضية الشعب الوطني الفلسطيني. لذلك اليوم نعمل على وقف الحرب والعدوان على لكن هنا شعبنا، لواء محمد يعني حتى اليوم يعني جل الأطراف تدعو إلى هدى وجل الأطراف تؤكد على ضرورة الاستقرار الوضع حين لما ستكون له من تداعيات على المنطقة بأسرها، لكن فعليا يعني بما يقومون هي فقط تبقى تصريحات. جيد. هذا الموضوع احنا بنقول بنفعله، احنا المطلوب منا فلسطينيين ان نثبت على الارض، لن نهاجر من ارضنا. اولا احنا جربنا بال 48 وجربنا النزوح في 67، وما زال ابناء شعبنا حتى في الاردن مقيمين، النازحين اكثر من اللاجئين. ولذلك لا نزوح ولا هجره من قطاع غزه ولا من اي قطعه ارض في فلسطين. الجانب الثاني صمودنا على ارضنا، نحن لا يوجد لدينا ارض اخرى، سنقاتل حتى النهايه.